إليكم أعزائي المشاهدين، وبارك وصلنا لفقرة حكاية إنسان، وسندخلها أو نبدأها بعد الفاصل. حكاية إنسان منى، ضيفنا هذه المرة هو ضيفنا هو القارئ هارون والسالمو، اللي فائز طبعا مالو ياسر بجائزة الكويت للقرآن القرآن الكريم، الكريم، مسابقة الكويت مسابقة القرآن الكريم. الدولية للقرآن الكريم. مرحبا بكم معنا هارون والسالمو. مرحبا بكم. هذه فقرة حكاية إنسان في برنامج مساء الخير. عندنا سؤال محدد ثابت بعض، هو الأول سبقوه ضيفنا. من هو هارون والسالمو؟ في البداية أشكر التلفزة الوطنية على هذه الاستضافة الطيبة المباركة. إن شاء الله. ولو أنها أتت متأخرة، لكن أن تصل متأخرا خير من تصل أبدا. فبالنسبة لي شخصيا، أنا العبد الفقير إلى ربه المصطفى والسالم لأبوه الملقب هارون. حفظت القرآن الكريم في سن مبكرة كعادة أبناء هذا البلد. حفظت بداية على جدي عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك انتقلت إلى شيوخ معلمين علموني القرآن، وأذكر منهم شيخي وأستاذي ومعلمي فضيلة الشيخ اللبو شيخ محضرة التيسير، الذي علمني القرآن الكريم وأقرأني فنونه من رسم وتجويد وضبط ومقرأ في الإمام في رواية الإمام نافع، وكذلك قرأت عليه بعض النصوص الأخرى حتى أحالني إلى فضيلة الشيخ العالم محمد لميو الحسن ليجيزني لقراءة الإمام نافع. هارون، حبذا لو تكلمت الحسانية، لأن هذا البرنامج مجهن. أنا راحتكم لأنتم اللي تختار. مجهن للموريتانيين خصوصا. جمهور الأساسي اللي يعتمد عليه الموريتانيين، سواء في الداخل والله في الخارج، ونختاره دائما يعود إلى حوار إلى قد الرجال دائما يتكلم إلى بحسانية، لأنه ما يقد إنه لعب دارين العربية كيوصل أفكاره. نحن هو برنامج نحمد لا اللي تمونا كرجال يتكلم بحد يبقى قاعد يتكلم بالبولارية والله الصينية. تفضل. انت قد شاركت في مسابقه سابقه هذه اللي شاركت فيها؟ طبعا انا قد شاركت في مسابقات عده، هذه تقريبا سابع مسابقه دوليه اشارك فيها او سادس مسابقه دوليه اشارك فيها. طبعا شاركت لانه رجاجياك يترشح للمسابقه الدوليه لابد يشارك في المسابقه على مستوى الجمهورية، إياك مسابقة وطنية. نعم، إياك يتأهل من خلالها للمسابقة الدولية. بالتالي ينقبضوا الطلاب الأميز من هذه المسابقة اللي هي ويعودوا يمشوا المسابقات الدولية، إياك يمثلوا موريتان في هذه المسابقات الدولية. وهون نختار ننوه بمسألة قد عود الناس، هذا اللي قالوا ميدان المسابقات الدولية كجمهور، نحن هون في موريتان قد نعودوا ما عندنا قبال حتى طارحين لهم قيمة كبيرة. طارحين لهم قيمة كبيرة. يقال هما لا يعتبروا إلى حد الساعة إذا درك من أكبر الدبلوماسية اللي موجودة على مستوى العالم. لأني أنا جي في محفل دولي كبير لابس الزي الموريتاني الدراع، ونقعد لاهي نختبر قدامي العلم الموريتاني راية موريتان، وفي محفل دولي مشارك فيه جميع العالم. هذا اعتقد انه ما خارق دبلوماسيه فوق، أكيد. ما خارق تنفيذ فوق، اكيد اكيد. وبالتالي نمشي من هون، انا نعتبر سفير البلدي، نعتبر سفير الوطني اكيد 100%. وبالتالي من هذه المساله اللي هي ومن هذا المنطلق اللي هو هاي المسابقات هي تعتبر مهمه جدا، لانه في الحفل الختامي لتوزيع الجوائز في كل مسابقه فهم فائزين اكيد. هذا الحفل الختامي يحضر له عاده رئيس الدولة أو أمير الدولة أو سلطان الدولة أو ملك الدولة حسب النظام المعمول به في البلد، والسفراء المعتمدين الدبلوماسي نعم، وشخصيات رسمية، وينادى بأسماء الفائزين، فلان الأول من دولة كذا، الثاني من دولة كذا، الثالث من دولة كذا.
وغياب موريتاني معروف انه مشاركه في هذا المحفل هو في حد ذاته يعتبر نكسه لاي بلد، يعتبر نكسه لموريتاني اللي ما تجبر مرتبه في هاي المحافل الدوليه اللي هي، ويعتبر كذلك نكسه لدوله اخرى ما جبرت مرتبه في هاي المحافل الدوليه. كذلك وهكذا. العكس يعتبر مكسب جدا اكيد جدا، مكسب مهم جدا وهدف رئيسي يلا يعود وطموح للشباب المتخصص سواء صقع في اسم المجال. هارون انت المسابقه اللي شاركت فيها مسابقه القران الكريم، والقران الكريم تجويده يحتاج الخبره من نوع خاص، يحتاج التدريب من نوع بعد ما نتكلمين عن دراسه علوم القران، يحتاج لرقاج يعود صوته يشتغل عليه. معنى انت تقدر تعود من 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 بين الموريتانيين اللي والله قاع الى ما عدت الوحيد اللي درس اللي قالوا فن مقامات. نعم. ذي الفن تعلمته هون والله تعلمته في داخل. صحيح هذا اللي قلت انا معاك فيه، هو قراءة القرآن والامتياز في القرآن الكريم كيف في أي مجال آخر لا بد لأي رقاج له يتميز في القرآن الكريم. والقرآن الكريم سبحان الله من أوسع العلوم، علم القرآن الكريم كل نهار بعد نهار تزداد لك فيه فكرة جديدة، كل نهار بعد نهار تطرى لك فيه فكرة جديدة، كل نهار بعد نهار اللي أنت تسمع شيخ من الشيوخ القراء الكبار تشوف عنده طريقة جديدة في القراءة، ولاه سهل ان الرقاج يصل لمرحله يعني مرحله امتياز فيه تقريبا. هذه لا بد لها من جهد تدريب لمخارج الحروف على التجويد اولا بشكل تطبيقي بعيد عن النظري. ثانيا قضيه الصوت هذه من الاساسيات، لانه كما هو مرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا ابي موسى الاشعري، الحديث المعروف انه من لم يتغنى بالقران النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ليس منا من لم يتغنى بالقران. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان استمع الى قراءه سيدنا ابي موسى الاشعري فقال له لو كنت اعلم انك تستمع الي لحبرته لك تحبيرا. فجمال الصوت مطلوب في القران الكريم، ورتل القران ترتيلا. وبالتالي الاشتغال على قضيه الصوت مساله صعبه جدا، والصوت كيف مسائل كامله، كل انسان عنده صوت، لكن جمال الصوت هو موهبه يعطيها مولانا لمن يشاء من عباده. لكن في حد ذاته الصوت يطور، لانك انت لين عود عندك صوت ولا تطوره ولا تهتم به نهائيا لا يبقى راكد في مرحله معينه، معناها يبقى هاني في مرتبه ما يتغير. لين تهتم بصوتك وتطوره وتحاول تحاكي المشايخ الكبار على مستوى العالم الاسلامي وتحاول مثلا انك تقلدهم وش ذاك نبته لا يتطور صوتك وبالتالي لا تزداد جمال قراءتك وهكذا. وبالنسبه للمقامات يا خير يلا تحاول تحامرهم ماذا بتنتفي. هو في الاصل حسب ما هو متعارف عليه عند شيوخ القراءه يقولوا لك ليس من العيب ان تقلد في بداياتك، لكن العيب ان تستمر على التقليد. على التقليد فيقولون لك اين صوتك انت؟ اين ذاتك انت؟ انت يارتك تضيف للمقارئ الاسلاميه صوت جديد. خليني من صوت الشيخ الحصاي رحمه الله عليه، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ محمد رفعت، الشيخ ابو العينين الشعيشه، الشيوخ الكبار هذو كلهم عنده بصمه. لانك انت يارتك تعود امتداد لهذه الاجيال القرانيه اللي جايه. معناه انك انت يارتك تساهم بصوتك انت بعيد عن تقليد الاخرين. في البدايه تقلد ياك تستفاد منهم، لكنك تستمر على التقليد هذا عيب. بخصوص سؤالك عن المقامات، تقريبا المقامات هذه مجرد ما تذكر في البلد هون وللاسف الشديد وهذه نظره خاطئه عندنا مباشره ترتبط بشيء قالوا الموسيقى، يتبادر ان عندنا مقامات موسيقيه. اكيد والمقامات هي ليس ما هي خاصه بالموسيقى ابدا، هي فن قديم جدا، الحان العرب قديمه، حتى العرب قبل أن تطور الموسيقى كانت تقرأ بهذه الألحان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بألحان العرب. فهذه المقامات اللي هي بشكل مختصر هي عبارة عن صوت بشري. أنا مثلا أي قارئ يقرأ
ضرك مثلا اي حد قرا قدام من خلال قراءته نعرف انه قرا مقام الرصد، لين يؤخذ شو مقام اخر نعرف انه يقرا في مقام البيات، لين يقيس مقام اخر نعرف انه يقرا في مقام السيكه، لين يقيس مقام يدخل في مقام العجم نعرف انه يدخل في مقام العجم. هو لا بد وان تدخل قراءته في مقام، لكنه هو الذي لا يعرف المقامات لا يعرف انه دخل في مقام وخرج من مقام. ايوه هارون اعطينا نموذج من القراءه اللي فزت بها. كتابك كنت نختار ونختم بها احمد من اجلك، كنت نختار ويختم النبذة. الكويت كانت عندهم جائزة كبيرة، انتم تقدموا الجائزة. لا اعطوك جائزة وتخوف يصفق عليك كبيرة. ما عندك مشكلة، الجائزة اللي ضرينا نعطوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. يا الله صدق الله العظيم. أمونك القرآن هذا أمونك كان يستحق، كان يستحق الجائزة أكيد. أمونك القرآن أمونك لين يسبر الرجاج يقراه مرتب. تبارك الله. يدخل جو عالم آخر ما هو ذلك اللي استعمل فيه. أكيد. قول لي أنت مست في المحارة مست تتعلم لك ساعة تفقد من المواقف الطريفة اللي قد خلقت هذه الساعة أنت بتعرف. مثلا أنا كنت ممكن تغير السؤال شوي. كيف؟ تقول لي مواقف طريفة خلقت لك في المسابقة. مسابقة. المسابقات بدلا من المحضرة، لأن المحضرة كنت فترة قراءة القرآن الكريم كنت ما زلت صغير. بالتالي كثير من المواقف مثلا لا أتذكرها تقريبا بشكل. طيب أعطينا موقف تتذكره في واحدة من المسابقات. ممكن الفترة الأخيرة نذكر كثير من المواقف مثلا الطريفة. تفضل. مثلا في المواقف في المسابقات والله في قراءتي في المحورة. أيهم تختار أنت مواقف طريفة تشوفها؟ المواقف الطريفة نذكر موقف دائما أخرج لي موقف طريف. كنت في السعودية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تحفظ تجويد القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. وكنا جالسين معناها قاعدين زاد نحن معنا مجموعة من المتسابقين من كثير من الدول، فيهم من تونس، فيهم من فلسطين، فيهم من مصر، فيهم من بنغلاديش. وكان لي متسابق هندي كان عنده العربية مكسرة زاد كي تنقولوا العربية ما يواضح حتى عنه. وكنت قاعد بجره وسولني قال لي أخونا من أي دولة؟ كنا نتعارفه كنا واحد كل واحد يقدم نفسه فلان من أي دولة وفلان من أي دولة. قلت له أخوك المصطفى سالم بن أبوه من موريتانيا. يعني قلت له أنا من موريتانيا. فقام واقفا قام جا واقف وجا خاط الطاولة اللي كان قاعد عليها قال لي يا أخي عيب عليك كيف تخفي جنسيتك الحقيقة وتقول أنك بريطاني؟
مشكلة بعد ذلك موريتانيا دائما تستغرب. أنا استغربت قلت له من فضلك هدا شوي. أنا ما قلت لك إني بريطاني، قلت لك إني من الجمهورية الإسلامية الموريتانية. سبحان الله نزلت عليه السكينة وقام قايسني وقبل رأسي وقال لي اسمح لي، أنا شفتك تتكلم عربية وأنت في نفس الوقت تقول إنك بريطاني، وأنا خفتك لعلك تخاد عن اللي، وأنا نشرف بك بصفتك الموريتاني كما أني أعرف كذلك فضيلة الشيخ أبو الخطور مؤلف أضواء البيان، طبعا يعرفونه بالشيخ محمد ربيع الشنقيط. فكان هذا موقف أضحكني كثيرا. أخي هذه مشكلة عند دائما ياس الناس. أنا قطريت واحد في تونس يا بريطانيا فيها المسلمين مودي. أنا قطريت واحد في تونس لا داعي، أنا عربي قطعا ومغاربي مودي، ما أعرف موريتانيا. قلت له من موريتانيا، قال لي وين هذه؟ سمب أفغانستان. زين هارون، قريتوا المدرسة نظام الأخر مو نظام المحضاري؟ نعم، أنا الحين إن شاء الله حظ الماجستير. ماجستير نعم إن شاء الله. وخرج من جامعة نواكشوط وإن شاء الله حظ الماجستير. بالتوفيق إن شاء الله. لأن أنت شنو هو طموحك عاقب منين بس بعد الجائزة؟ أنا طموحي بالنسبة لي شخصيا هذه الجائزة اللي حصلت عليها أنا ما نعتبرها حقيقة هي خاصة بي شخصيا، لأني أنا شاركت مسابقة الكويت الدولية للقرآن الكريم، وهذه تعتبر من أكبر المسابقات الدولية. وموريتاني كان لها 4 سنوات وللأسف الشديد ما جات في المراتب الخمسة، وأنا اللي مشيت من هون كنت عازم على أن نجيب المرتبة الخامسة ولا الرابعة على الأقل، لازم نجيب مركز بلدي. والحمد لله وفقت واتيت المركز الأول. الحمد لله. وهذا أهدي لجميع أهل القرآن الكريم في هذا البلد. الله يجازيك. كما أني أنوه تنويه خاص جدا. وهون أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على استقباله، وعلى سيد الوزير استقبلني مكتبه. كما أني أعتب قليلا على سيادة رئيس الجمهورية. سيد الرئيس محمد بن عبد العزيز، وأقول له سيادة الرئيس، هذا خطاب من ابن إلى أبي، أهل القرآن ينتظرون التكريم، وأهل القرآن ينتظرون الكثير من الأمور، وأهل القرآن ينتظرون الكثير من الإصلاح في جميع المجالات، حتى في إنشاء هيئات خاصة بتحضير المتسابقين للمسابقات الدولية وتأهيلهم والاعتناء بمشاكلهم. لدينا تقريبا اليوم ولله الحمد ما يقارب 1500 متسابق هم بحاجة إلى عناية خاصة من طرفكم سيد الرئيس. وبالنسبة لي شخصيا لا ليس عيبا، وهذا تاج على رأسي، أن يكرم الشعراء الذين أخذوا مراتب أولى أو ثانية أو ثالثة من طرف السلطات العليا في البلد، ولا يكرم أهل القرآن. في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصلت الرسالة. نعم. سيد هارون، أهل القرآن وكرموا من طرف الحكومة بذات القرآن، وفتحت قناة المحضرة، ودائما ما تعدل مسابقات للقرآن الكريم. هذه مسائل موجودة وهذا لا مانع في المحافل الدولية واللي لكن تسمح لي أنا قبل للأمان، أنا نقول لك للأمان صح. لا أنا هذه جهود تشكر فتذكر، وأنا ممتن جدا لسيادة الرئيس كل هذه الإنجازات التي أنجزها في هذا الصعيد، خاصة قناة المحضرة، المصحف، هذا شيء سيبقى يعني يذكر فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. لكن أنا يعني قبل 3 أيام حسيت بالغيرة نوعا ما، والله حسيت بالغبن، والله حسيت بمسألة اللي شفت أصحاب المركز الثاني والثالث في مجالات يعني أعتقد عن بعد الرسالة وصلت بعدي في المسابقات في هذه المسابقة الكويت يكرمون من طرف السلطات العليا في البلد، وأنا شخصيا لم أكرم من طرف القيادة الوطنية. فأنا أعرف أن سيد الرئيس مشغول، وأعرف أن المشاغل كثيرة جدا، وألتمس له العذر. يقار ما كنت جبرت الوزير استقبلكم الوزير 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 يمثلي. نعم أنا التقيت بالوزير، لكني أكبر سيد الرئيس
واكبر السيد الرئيس ويعني اطلب منه المزيد. ان شاء الله يعود السيد الرئيس يسمعك ان شاء الله ويكرمكم شخصيا به للقران الكريم يستحق. والتكريم يعلم الله اني لا اريده لنفسي لكن اريده لزملائي لاننا ان شاء الله مقبلين على المشاركه في مسابقات دوليه اخرى وهذا شيء يحفز الشباب. هارون على الله تسمح ان ادرك ان الوقت التلفاز الوقت فيه لا يرحم البرنامج من المخرج لو دقائق هو يدور لنا ختمه احنا كنا نحانو كنت اكيد شرفتنا وكنا نختار الوقت يعود اطول معك. اكيد شرفتنا وشرفت موريتان وشرفت الوزير وشرفت الرئيس وشرفت راسك شرفت الجمهوريه وشرفت المغرب العربي وشرفت المسلمين جميعا بالفوز اللي حصلت وعندي يلا نختمه ولا انا قايلين الطاقم ديال المره وهذا الفيسبوك عذرونا الوقت هو دعناكم الى حلقه جايه مرحبا بكم سهلا وسهلا.